تعجبني ام كلثوم تعجبني قبل وتوا عندي ياسر ما سمعتهاش معناها اما توك سمعتها بصيغه اخرى بصيغه بعلاقتها بالمجتمع وقتها في التاريخ علاقتها بالاصدقاء علاقتها بالمشاهير علاقتها بالعباد اللي جيوها المتفرجين نتاعها وعاد عاد سادين النقطة مسحة خيرتي أنا فين سمعتها هذه أنا متنقلة مش للبلاد وسمعتها يحطوا في الراديو هكا في الراديو يحطها عاد وأنا هزة ساك والساك هبط لي شوية هكا معناها رصت لي هزت النوتة هكا شوية وسمعت المقطع هذا يا أخي استنى تنقل كنت نضحك Thank you.
للأسف. وسهر في الليل. ازي عادي ازي شدك من هنا تكبزلك على قول يا سيس عاد سيس. ويا قلبي تعاو يزي يكفي نكملوا نتعلموا وحدنا شوية مزحة خفيفة. هاي ربي معكم.